احيانا كتير بنكون شاكين ان المقاول حط حديد للتسليح زي ما هو موجود في اللوح، او عايزين ناخد عينات كور خرسانه علشان نتاكد من اجهاد الخرسانه، لكن خايفين واحنا بناخد عينات الكور دي ان احنا نقطع اسياخ الحديد وبالتالي ناثر على اجهاد العنصر الخرساني، فبالتالي محتاجين حاجه تعرفنا توزيع حديد التسليح والاماكن اللي هو موجود فيها والتخانه بتاع كل سيخ. فعلشان كده بنعمل اختبار الستيل بار ديتكتور. تعالوا نشوف مع بعض الاختبار ده بيتعمل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ابدا واتكلم عن الاختبار واستخدام الجهاز، حابب اشكر كل الناس اللي بيدعموني والناس اللي اشتركت في القناه، الناس اللي بيعملوا لايك على الفيديوهات، والناس اللي بيسيبوا كومنتات، الناس اللي بيقولوا استمر يا هندسه، الناس اللي بيقولوا لي بنتابعك من العراق او من ليبيا او من الاردن او من اي مكان في الوطن العربي او غيره. طبعا بتسعدوني جدا بالكومنتات بتاعتكم، وده اكتر حاجه بتخليني اكمل. تعالوا مع بعض نشوف الجهاز الستيل بار ديتكتور ده بيشتغل ازاي. الجهاز اللي معانا هو ماركة بروسيد، هي صناعة سويسرية. اول حاجة بشغل الجهاز من زرار الباور، فبتبدأ الشاشة تفتح معايا. طبعا هي هنا ده المجموعة الزراير دي اللي هي النافيجيشن. اول حاجة بتك على الزرار اللي هنا علشان اعمل ريسيت للجهاز، بيبدأ يحمل زي ما احنا شايفين اهوت ويظبط الاعدادات بتاعته. طبعا من هنا كده بقدر ادخل على الاعدادات. هنا العلامة ديت هي الرينج اللي هو بيقيس عليه، يعني المسافة الفاصلة ما بين الجهاز والستيل بار اللي هو سيخ الحديد. طبعا هو بيقرا في نطاق من 5 سنتي ل 9 سنتي، ده اللي هو النطاق الستاندر، النطاق القياسي بتاع الجهاز، لكن ممكن يقرا لحد عمق 17 سنتي. بعد كده هنا بحدد اللي هو الريفرنس دايمتر بتاع البار اللي هو الايقونه الثانيه دي اللي هي الفاي اللي هو قطر الستيل بار او السيخ الحديد. فببدا ان انا ادخل عليها كده واحدد القطر الريفرنس اللي هو هيشتغل عليه، لكن انا وانا شغال بقدر اخلي الجهاز يقرا لي الستيل بار اللي انا واقف عليه يقول لي هو كام ملي بالظبط. بعد كده ببدا هنا بحدد ان الجهاز يديني الارم او يصدر صوت امتى. بعد كده هنا الاعداد ده بحدد منه الوحده اللي هو هيقرا لي بيها القطر بتاع السيخ اللي انا واقف عليه. بعد كده ده اللي هو المينيمم كفر اللي هو المفروض غطاء الخرسانه اللي موجود على السيخ الحديد. طبعا احنا عارفين ان اي تسليح المفروض بيكون عليه كفر من الخرسانه، غطاء من الخرسانه، فانا بحدد له هنا بقول له مثلا اقل سمك المفروض يكون محقق الخرسانه مثلا على سبيل المثال هو 50 ملي. فلو كان الكفر الخرسانه اللي موجود على سيخ الحديد اقل من 50 ملي هيبدا الخط ده ينور ويديني الارم. طبعا ده هنا اللي هو المسائل لما بيكون فيه تسليح قريب من بعضه، فانا بحدد ده بخليه اكتف وبقول له المسافه ما بين التسليح ده هتكون كام، المفروض ان هي مثلا 50 ملي ولا 60 ملي ولا بتكون كام، لكن انا هنا هلغيها. تعالوا بقى مع بعض نشوف الجهاز بيشتغل ازاي. ده هنا على سبيل المثال العمود اللي انا هاخد فيه عينة الكور او اللي انا هحدد فيه الجريد اللي هو التسليح، الشبكة بتاع التسليح. طبعا المفروض ان انا همشي الجهاز، المفروض ان هو يكون بارلل اللي هو يكون موازي للسيخ اللي انا هختبره. يعني لو انا حاطط الجهاز كده يبقى انا هختبر الاسياخ اللي هي الرأسيه، لو حطيت الجهاز كده يبقى انا هقيس الكنات، هحدد الاماكن والاقطار بتاع الكنات اللي هي موجوده في العمود. فانا اول حاجه ببدا احط الجهاز،
بيبدأ يظهر علامات بالشكل ده كده. أول حاجة ده اللي هو الرينج، اللي هو المسافة اللي أنا محددها اللي هو هيقرأ فيها، اللي هو مفروض إن هي مثلا 5 لـ 7 سنتي اللي هي المسافة الستاندر. بعد كده ده اللي هو الريفرنس دايمتر اللي هو 5 × 25، ده بعد كده اللي هو المينيمم كفر اللي هو بقول له إن أنا مفعل اللي هو المينيمم كفر، بعد كده اللي هو الوحدة القياس بتاع الكفر، ودي علامة الباتري اللي هو القوة بتاع أو نسبة الشحن بتاع البطارية. طبعا هنا ده الكفر اللي هو ظاهر ده هيبدأ أتحرك كده، هنا ده السنتر بتاع الجهاز، المفروض ان هو لما هيجي في النص هنا بيقول لي كده ان الستيل بار موجود او الجهاز موجود بالظبط على السنتر بتاع الستيل بار. هلاحظ هنا ان في سهم طالع لفوق، معنى كده ان هو بيقول لي انت لما تتحرك في الاتجاه اللي فيه البلاس ديت او الكروس ديت، معنى كده ان الاشاره بتزيد. الاشاره يعني ايه؟ يعني الجهاز ده عباره عن 2 كويلز ملفين بيصدروا بالس، بيصدروا موجات كهرومغناطيسيه، فاول ما بيكون في سطح موصل للكهرباء بيبدا الجهاز يستشعره، ودي معناها قوه الاشاره. قوه الاشاره بتزيد في الاتجاه ده، فانا ببدا اتحرك كده اهو، يبدا يقول لي كده ان الستيل بار اللي انت بتختبره موجود بالظبط هنا، هبدا احدد ان في ستيل بار في المكان ده. طيب هنا بيقول لي ان الكفر اللي موجود اللي هو الغطاء الخرساني او الستيل بار ده موجود على بعد 61 أو 60 ملي من السطح، يعني المسافة من الجهاز للستيل بار 60 ملي. لو رحنا كده وقلت له ان الكفر بتاع الستيل بار عندي مثلا اقل حاجة المفروض يبقى 70 ملي مثلا، اهو زودت خليتها بقت 67، بدأ يديني الارم بيقول لي ان الكفر اقل من القيمة اللي انت محددها. طبعا هقلل كده اهوت، هيبدأ ايه الالارم ده ينتهي، راح كده ايه الالارم بتاعنا. هبدأ ان انا ايه اتحرك في الاتجاه التاني عشان احدد الستيل بار التاني. بعد ما بعدت عن السيخ اللي كان هنا هلاقي قوة الاشارة قلت، عمالة بتقل، همشي افضل اتحرك كده اهو، هلاقي ان الاشارة السهم طلع لفوق بيقول لي ان في سيخ في الاتجاه ده، ابدأ اتحرك في الاتجاه اللي موجود فيه السيخ اهو، هبدأ افهو. طيب بيقول لي برضو ان هنا الكفر اقل من القيمة اللي انت محددها، فانا دلوقتي لو دخلت تاني وقللت القيمة خليتها مثلا على سبيل المثال تكون 50 اهوت، هيتلغي الايه الالارم ده، هيبقى ايه مش هسمع صوت الارم. طيب انا عايز اعرف البار او السيخ اللي موجود هنا ده قطره كام، هل هو 5 × 25 ولا كام؟ ببدا اتك على الزرار ده بيبدا يقرا لي الفاي، بيقول لي ان السيخ اللي موجود هو 5 × 28. يبقى انا كده قدرت احدد الاماكن بتاع السياج بتاع الحديد، واحدد الكفر الغطاء الخرساني بتاعها، واحدد القطر بتاع كل سيخ. اما لو انا عايز احدد الاماكن بتاع الكنات اللي موجوده في العمود، فانا هخلي الخط السنتر ده موازي لاتجاه الكنه. طبعا هنا ممكن يحصل عندي ديفوهات، ممكن يقرا لي قرايات يبقى فيها شذوذ شويه او كده، علشان طبعا ممكن الجهاز يكون قاري الستيل بار اللي هو راسي، فانا بحاذر بتاكد ان الجهاز قاري اللي هو يعني موضح كويس جدا ان هو واقف على الكانه نفسها. ولو لقيت ان الجزء اللي في النص اللي هي علامه البلس دي عماله بتروح وبتيجي، يبقى انا مش واقف على الكانه، يبقى هو قاري اللي هو الستيل بار الراسي. لازم العلامه دي تكون ثابته، معنى ان هي بتروح وبتيجي معنى كده ان انا واقف عمودي على الستيل، الاتجاه بتاع الجهاز عمودي على اتجاه الستيل بار، فهو علشان كده عماله تتحرك. اما لما بروح على الكانه المفروض ان انا بتقراها لي بتكون الجزئيه ديت ثابته، اهو هلاقيها عماله برضو بتتحرك حركه بطيئه جدا، بتروح وبتيجي، فلما بتثبت بعرف ان دي مكان الكنه. فببدا ان انا اعلم على اماكن السياخ اللي انا ظهرت معايا، واحدد التخانات بتاعتها، واتاكد ان انا كده التسليح بتاعي مطابق للتسليح اللي موجود في اللوح.
او لو باخد كور ببدا ان انا احدد مكان السيخ اللي في الاول وبحط علامه كده هنا وببدا اتحرك على السيخ الثاني اهو وببدا مثلا اخد الكور ما بين الاثنين او علشان مقطع بدل ما اقطع سيخين اثنين ممكن لو المسافه ضيقه اقطع سيخ واحد فبقلل نسبه اللي هو الديستراكتيف بقلل نسبه اللي هو الاتلاف بتاع العنصر الخرساني. وبكده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. يا رب يعجبكم ورجاء ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه بالنسبه للناس من اول مره يزوروا قناتي ولو حد عنده اي استفسار سيبه في الكومنتات وانا هجاوب على كل استفساراتكم ان شاء الله وممكن تسيبوا لي الموضوعات اللي حابين ان انا اتكلم عنها في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. وفي ملحوظه مهمه جدا حابب ان انا اقولها الفتره اللي فاتت اضطريت اسفا ان اغير الايميل اللي انا رابط عليه القناه لاسباب امنيه بالنسبه للقناه وبالتالي اتحذفت كل الاجابات او كل الكومنتات او الردود اللي كنت رادد بيها على الكومنتات اللي قبل كده فربنا يقدرني الفتره اللي جايه وارجع ارد عليها علشان طبعا في ناس كتير بتستفيد من الاسئله اللي بتكون في الكومنتات دي والاجابات اللي موجود عليها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.